بحريتين عسكريتين نوعيتين. البحر الأحمر، ذلك الممر الحيوي للتجارة العالمية، يقف اليوم على مفترق طرق، يلفه الغموض ويغلفه التوتر. في خضم صراع محتدم لم تشهد له المنطقة مثيلا، تصاعدت الهجمات الحوثية على الأهداف الأمريكية في المنطقة بشكل مفاجئ وغير مسبوق. فقد تجاوزت جماعة الحوثيين أساليب الاشتباك التقليدية، مستخدمة أسلحة متقدمة وتكتيكات دقيقة لتوجيه ضربات مباشرة إلى السفن الحربية الأمريكية، في رسالة تتجاوز الدمار المادي لتصل إلى أبعاد سياسية واستراتيجية أعمق بكثير. في ظل هذا الوضع المتوتر، يبقى مستقبل البحر الأحمر غامضاً، حيث إن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ويطرح تساؤلات ملحة حول مصير الملاحة الدولية والتجارة العالمية التي تمر عبر هذا الممر الحساس. في ظل هذا التصعيد المتسارع، يبقى السؤال: هل نحن على أعتاب مواجهة بحرية واسعة النطاق، أم أن هناك أوراق خفية لم تكتشف بعد؟ وما هو الثمن الذي ستدفعه المنطقة إذا خرجت الأمور عن السيطرة؟ في 12 نوفمبر 2024، أصدر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بياناً يعلن فيه عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفناً حربية أمريكية في مياه البحر الأحمر وبحر العرب. كانت الهجمات مصوبة نحو أهداف بحرية حساسة شملت حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن، إضافة إلى مدمرتين أمريكيتين. لم تكن تلك الهجمات عشوائية أو تقليدية، بل جاءت بتنسيق دقيق وأسلوب متقن يعكس قدرة الحوثيين على استخدام أسلحة متقدمة بمهارة عالية، مما يضع البحرية الأمريكية في مواجهة تحديات جديدة. والمفاجأة للعالم بأسره، الأسلحة المستخدمة وتطور الحوثيين العسكري البارز في هذا الهجوم. استندت هذه الهجمات على مجموعة من الأسلحة المتطورة التي تظهر دعما تقنيا ولوجستيا واضحا ربما من أطراف إقليمية داعمة مثل إيران. اعتمد الحوثيون على مزيج من الصواريخ الباليستية والمجنحة كروز والطائرات المسيرة، مما يعكس تحولا استراتيجيا في قدراتهم القتالية. استخدموا الصواريخ الباليستية والمجنحة، تلك الصواريخ التي تعرف بقدرتها العالية على تدمير أهداف كبيرة بدقة كبيرة، وتأتي بتصميم متقدم يسمح لها بالتفوق على الدفاعات التقليدية. تمكن هذه الصواريخ الحوثيين من استهداف أهداف بعيدة المدى، وقد أثبتوا عبر هذه الهجمات قدرتهم على توجيه صواريخ دقيقة نحو الأهداف العسكرية الأمريكية، مما يشير إلى تطور خطير في تقنياتهم العسكرية. أما الطائرات المسيرة، الحوثيون اعتمدوا بشكل كبير على الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات، وهي أسلحة فعالة في تنفيذ عمليات دقيقة وعالية التأثير. هذه الطائرات التي تتمتع بأنظمة ملاحة حديثة مكنت الحوثيين من اختراق أنظمة الدفاع الأمريكية التقليدية بسهولة، مما أحدث مفاجأة في طريقة التنفيذ تلك المرة. الهجوم الأول، استهدفت حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في بحر العرب، حيث قامت الطائرات المسيرة برحلات دقيقة لاستهداف الحاملة. تلاها إطلاق صواريخ مجنحة لتشتيت أنظمة الدفاع الجوي وتشديد الضغط على الدفاعات الجوية، ورغم أن الحاملة قد تكون مزودة بأحدث أنظمة الدفاع، إلا أن تنسيق الهجمات نجح في خلق حالة من الارتباك بداخلها. أما الهجوم الثاني، فقد كان من نصيب مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، حيث أطلقت صواريخ باليستية مدمرة وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات مستهدفة بشكل كبير هيكل السفن. استمرت الهجمات لحوالي 8 ساعات، وهو ما يعكس إصرار الحوثيين على تحقيق تأثير كبير وفعال ضد الدفاعات الأمريكية. تعد حاملة الطائرات إبراهام لينكولن واحدة من أضخم حاملات الطائرات في العالم، ويبلغ طولها حوالي 332 متراً. هي مزودة بطاقة نووية تتيح لها العمل لفترات طويلة في عرض البحر. تحمل الحاملة جناحاً جوياً يضم نحو 90 طائرة مقاتلة ومروحية، وتعد مركزاً رئيسياً للقوة الجوية في المعارك البحرية. أما المدمرات المستهدفة فتنتمي إلى طراز أرليبرغ، وهي مدمرات متعددة المهام مخصصة لحماية الأساطيل من التهديدات الجوية والصاروخية، وتتميز بأنظمة دفاعية متطورة. لا يمكن اعتبار هذه الهجمات مجرد عمليات عسكرية بحتة،
بل هي رسائل واضحة للمجتمع الدولي وتحديداً للولايات المتحدة. أراد الحوثيون من خلال هذه الهجمات إثبات قدرتهم على تهديد أهم الممرات البحرية الحيوية والتأكيد على أن البحر الأحمر وبحر العرب لم يعودا آمنين، خاصة في ظل تواجد الأسطول الأمريكية. بالإضافة للأهداف العسكرية، يبدو أن الهجمات تأتي لتعزيز موقف الحوثيين في أي مفاوضات سياسية محتملة، كأنها تقول أن الحوثيين لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله في مشهد الشرق الأوسط. وفي ظل دعمهم من قوى إقليمية، فإنهم يسعون لاستخدام هذه القوة كأداة لتوسيع نفوذهم وللتأثير على السياسة الإقليمية والدولية. وقد أثارت هذه الهجمات ردود فعل غاضبة في الأوساط الأمريكية، ووصفتها بالتصعيد الخطير، كما أعلن البنتاغون عن خطط لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة، بما في ذلك تكثيف الدوريات البحرية حول مداخل البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة الدولية. ومن جهة أخرى، أصدرت الأمم المتحدة بياناً يدعو إلى ضبط النفس وحث الحوثيين على وقف هذه العمليات العدائية، مؤكدين أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. إضافة إلى ذلك، أعربت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات عن قلقهم العميق من هذه التطورات، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة ممرات الملاحة البحرية والتي تعتمد عليها التجارة الدولية. ولكن لا يجب أن نهمل التداعيات المحتملة على الملاحة الدولية والتجارة العالمية. إن البحر الأحمر يعد شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية، خاصة لصادرات النفط القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. الهجمات الحوثية قد تؤدي إلى تعطيل حركة السفن أو فرض رسوم تأمين إضافية على السفن التي تمر عبر هذه المنطقة، مما يزيد من كلفة الشحن ويؤثر سلباً على التجارة العالمية في ظل هذه التهديدات المتزايدة. وقد تضطر شركات الشحن إلى تعديل مساراتها أو اتخاذ احتياطات إضافية لضمان سلامة سفنها. ويتوقع أن ترتفع أسعار النفط عالمياً نتيجة لهذه التطورات، مما قد يترك أثراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. تكشف الهجمات الحوثية الأخيرة عن تحول خطير في استراتيجية الصراع اليمني، حيث امتد تأثيره ليصل إلى مصالح دولية وأمنية كبرى. ومع استمرار هذه الهجمات، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة القوى الدولية على احتواء هذا التوتر المتصاعد، وما إذا كان سيتحول البحر الأحمر إلى نقطة صراع دائمة تهدد استقرار المنطقة وترفع مخاطر الملاحة البحرية بشكل يصعب تجاوزه. شكراً لكم للمتابعة، وإلى اللقاء.